محمد قد صار لك مش شايف زوجتك؟ سنة ونص دلوقتي سنة ونص وين بتقدر انها بتكون انها هي موجودة؟ انا ما اعرفش مكانها بالضبط ابدا ما في عندك اي فكرة، اصدقاء محيطة شو بيقولوا لك؟ ما حدش بيديني اجابة صريحة ما حدا بيعطيك اجابة صريحة ام دقيقة؟ ما حدا يعني ممكن بيعرفوا ما بيقولوا لك؟ يعني ممكن اهلها والدتها بيخبوا عليا بخبوا عليك شو نيه هروبة برأيك؟ المادة فلوس الفلوس, الفلوس. بالضبط يعني بحثا عن رجل معين كان في شكوك اما بس؟ ما ال... ل... الرجل ما بظن بس ما المادة هي بحثا عن هي من النوع اللي هي بتحب المادة نعم مادية زين على اللزوم نعم آه ممكن ممكن تتجوز يعني من من هذا الشخص؟ احنا عندنا الديانة بتاعتنا ما تسمحش نعم هي مطلقه يعني ولا اي ديانه بتسمح آه بعد بعد متزوجه منك بعد على دمتك اه ما طلقتهاش هربت وحيده هربت مع ابني مع ابنك قد ايه ابنك عمره دلوقتي سنتين اي مشاكل كانت عم بتواجهك مع زوجتك انا موضوعي مختلف عنهم نعم انا موضوعي كان بيتمحور حوالين الماده نعم عموما الماده ما كانش موضوع خيانه شو كان شو كان بدها زوجتك كان دايما طلباتها كتير آه كنت بقدر اجيب اللي اقدر عليه مش بقدر اجيب كل طلباتها بس تطلب خمس ست اغراض شو كانت تطلب مثلا يعني شو آه مثلا بارفيوم فلاني مثلا فستان معين جزمه معينه ممكن اجيب لها حاجه او حاجتين من الاربع خمس حاجات مش هقدر اجيبهم كلهم انا راجل موظف نعم. مش راجل صاحب اعمال وهي كانت عارفه كده قبل ما نتجوز يعني مش مثلا ضحكت عليها ولو قلت لها انا مليونير وبعد كده فوجئت ان انا فقير لا انا راجل على قد حالي يعني مش غني قوي ومش فقير قوي بس نعم. على قد حالي اعتبرت هذه مشاكل جوهريه ام اعتبرت مشاكل يعني عاديه وبتقطع هو في الاول اول شهرين كانت حاجه جميله حاجه حلوه اول شهرين بعد كده مشاكل كترت فبقيت افكر يعني قلت اكيد اي حد متجوز بيتخانق طبيعي شهر ورا شهر ورا شهر ورا شهر اللي الموض... خناقات بالتكتر. فانا بالنسبه لي ده يعني ضايقني نفسيا لكن ما كانت عم تطلب هذه يعني الاكسسوارات اللي عم تطلبها ايضا يعني ارضاء للزوج أكيد بس أكيد ليها يعني أكيد أي واحد بتفكر في نفسها الأول قبل ما تفكر في اللي قدامها وأنت ما كنت قادر تأمن لها إياهم كيف هربت من البيت؟ أيمتى هربت رجعت من البيت ما لقيتهاش بعد سنة ونص بالضبط من سنة ونص بالزبط. تركت أثر تركت مكتوب أنا يعني أول ما رجعت ما لقيتهاش بفب... اتصلت عليها اتصلت بالجوة. عليها لقيت التليفون مغلق قلت ممكن بطارية فضيت مثلا ببص لقيت ما فيش هدومها ما فيش الولد ما فيش أي حاجة اتصلت على والدتها قالت لي أنا ما أعرفش حاجة وليتها ما ما اي رد صريح زي اصدقائها برضه ما حدش بيديني اي رد صريح انت اللي بدايه الحلقه في عندك فرضيه ممكن تكون تزوجت من رجل غني يعني اسباب ود... اسباب سابها ان هي سابت البيت ما كانش موضوع الخيانه نعم فيعني انا لا ما رجل غني ممكن ما استبعدش ما استبعدش نعم بس مش متاكد بس ما استبعدش الاحتمال ده ما بتستبعد الاحتمال ده وتصار في مشاكل ليه ما طلبت الطلاق؟ هي طلبت الطلاق اها بس انا ما طلقها ليه؟ ما طلقهاش إن عندي اذا زوجتك مبسوطه في عيله عندنا الطلاق حاجه صعبه قوي هو ابغض الحلال بالظبط والحياه بيتنا ما كانتش جحيم قوي يعني ممكن تبدا بالحياه البسيطه يعني بس ده كان تفكيري كده فجاه طلبت الطلاق قلت لها لا مش هطلق قالت لي عارفه قضيه ومش عارفه قضيه قلت لها ارفع قضيه ممكن رفعتش. كانت تخلع بالظبط ما رفعتش قضيه وبعد كده رجعت ملقيتها بس اليوم اي فرضيات ممكن تكون ببالك يعني زوجي هربت مع ابنك هي واحده والله انا مش مستبعد اي شيء يعني ممكن تكون اتجوزت ممكن مش مش اكيد انا ما اعرفش ممكن بس احتمال كبير ممكن تكون ان هي بتلعب عليا لعبه مثلا بحيث ان انا احاول ان انا اجيب لها اللي هي عايزاه بس فات سنه ونص فانا مش عارف بالظبط اهلها ما حدش بيديني رد صريح مره يقولوا لي سافرت الخليج مره يقولوا لي ده هي سافرت عند اصحابها مره يقولوا راحت القاهره مره راحت اذا اليوم زوجتك عم تحضرك شو بتقول اقول لها رجع البيت رجع رجع البيت انا انا وحشين رجع البيت عايز اشوف ابني اهم منها يعني انا ابني اهم منها عندي اهم منها اه الابن ما تعوضش المراه او الست تعوض بس كيف اذا سمعت هالكلام زوجتك بدها ترجع اذا عم تقول لها أن انا بتكلم بصراحه انا مش من النوع اللي انا صريح ما بحبش الف وادور كلمه صريحه احسن من ألف كلمه كده بس زي ما انا اول ما اتجوزتها قلت لها انا حالتي الماديه واحد اثنين ثلاثه ما اربعه خمسه سته انا فما اكدبش يعني حولي. ان شاء الله بالاخر يعني انت يعني قلب اب محروق على ابنه ايضا أوي يعني ان شاء الله اكثر حاجه مضايقاني بصراحه